أنا دائما أخاف من الموت ومن عذاب القبر، فماذا أفعل؟ هل الإنسان يعذب في قبره إلى قيام الساعة أم إلى وقت محدد؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك. أما عذاب القبر فإنه ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدلالة القرآن العظيم في مواضع، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا شك أن المعذبين في قبورهم يتفاوتون، الله أعلم، حسب ذنوبهم ومعاصيهم. ولكن على المسلم ما دام على قيد الحياة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، وقال استعيذ بالله من أربع، يعني في التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب القبر مشروعة، وكذلك تجنب الأسباب التي تسبب عذاب القبر، فالغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول وغير ذلك من أسباب، وكذلك بقية المعاصي، لأن عذاب القبر سببه المعاصي والذنوب.